في مشهد مؤثر، قام أب جزائري بإنقاذ زوجته وأولاده من وسط فيضانات قوية جرفت سيارتهم. وأظهر الفيديو شجاعة الرجل الذي أمسك بزوجته وأولاده بيده وقام بإخراجهم إلى حافة الطريق حتى جاءت السلطات لإنقاذهم. بعد أن تحولت مياه مدينة البندقية في إيطاليا إلى اللون الأخضر الفاقع، زادت التكهنات حول الحادثة. وفي النهاية ذكرت السلطات الإيطالية أن ما حدث هو خدعة من النشطاء البيئة للتوعية بخطر تلوث المياه. ظاهرة فلكية لافتة، اختفى ظل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بسبب تعامد الشمس مع الكعبة. هذه الظاهرة تتكرر مرتين كل عام، وكان قديما التعامد وسيلة لتحديد اتجاه القبلة. بضحكة واسعة وفرحة عارمة، استطاع طفل ليبي أن يخطف القلوب ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في صورة ومقطع فيديو وهو سعيد جدا وسط زملائه من حفل انتهاء الدراسة وبدء العطلة الصيفية. تحولت امرأة تايلاندية إلى مليونيرة بين عشية وضحاها بعدما عثرت على كنز في وجبة العشاء التي كانت تعدها لزوجها. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام، فقد عثرت السيدة على لؤلؤة ميلو النادرة داخل محارة كبيرة اشترتها من سوق محلي. وبعد قيامها بتنظيفها وتحضير الوجبة، جلست لتتناول العشاء مع زوجها الذي شعر فجأة بجسم صلب في فمه، ظن أنه حجر، لكنه أدرك مع زوجته أنهما عثرا على لؤلؤة ميلو البرتقالية باهظة الثمن. كان هذا كل شيء لليوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.